مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نستطلع الآن آراء الثوار الذين أدوا صلاة خطبة أدوا صلاة الجمعة هنا في ساحة الحرية في تعز حول الوضع الإنساني الوضع المعيشي خاصة بعد فك الحصار جزئيا عن مدينة تعز. نأخذ هنا عدد من الحاضرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الوضع الإنساني والصحي بمحافظة تعز بعد فتح منفذ الغربي الضباب في تحسن مستمر. بعد هل وصلت لكم مساعدات؟ يعني مساعدات يسيرة جدا، كما اننا نقدم يعني طلبنا للحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكافي والإسناد اللازم لإخواننا المرابطين في كف الجبهات في ميادين القتال الخاصة في هذه المحافظة في محافظة تعز بعد الانتصارات التي تحققت سواء بالجبهة الغربية أو الشمالية أو الجبهة الشرقية، انتصارات يعني بجهد يسير جدا موجود لدينا. هل وصلت معونات إغاثية لكم؟ أنت كمواطن لديك أطفال؟ يعني معونات بسيطة جدا، ما لم تصل بسيطة جدا، كما أننا نناشد الحكومة الشرعية بأنه أي مفاوضات جديدة ستقدم عليها حكومتنا المؤقرة يجب ألا تكون فيها هدنة بعد الانتصارات المدنية التي تحققت على أرض الله. شكرا جزيلا. أيضا أخذ هنا الطبيب الدكتور أحمد فرحان، طبيب في المشفى الميداني، ليصف لنا حال المدينة وحال جرحاها. السلام عليكم. انت على الهواء. السلام ورحمة الله وبركاته. حال المدينة لا يخفى على أحد، تعيش بين الأنين والتعب والجراح اليومية، كل يوم يسقط الضحايا والجرحى من أبناء المدينة وأطفال ونساء عدة، ويوميا نستقبل العديد من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال. بالنسبة لاستقبال الضحايا، يعني أنت دكتور معروف وأنت في المشفى الميداني وفي حالة وفي قسم الطوارئ بالذات، يعني خلال الأسبوع الماضي كم استقبلتم ضحايا حتى عدد تقريبا؟ ضحايا لا أستطيع أن أحدد بالضبط الرقم القياسي، بس منهم يعني الفئة متنوعة، أطفال ونساء أغلبهم، من الضحايا المدنيين كانوا أطفال ونساء، القلة قليلة من الشباب والرجال، لكن الأغلب كان يعني عمليات قنص للنساء وقذائف تسقط على المباني والبيوت يسقط خلالها الأطفال والنساء. طيب بالنسبة لوضع المستشفى الميداني، وضعه الطبي العلاجي الخدمات الطبية؟ الوضع صعب جدا، خاصة مع يعني الحصار المطبق على المدينة منذ أكثر من سنة ونصف، نحن نعاني الكثير الكثير من المستلزمات الطبية والأدوية كانت شبه معدومة، وكذلك الأكسجين نعاني الكثير، نعاني من هذا الكثير الكثير، هناك لدينا حالات كثيرة تحتاج إلى أكسجين، تحتاج إلى أدوية، تحتاج إلى يعني إسعافات أولية أحيانا لا نجدها، وأحيانا يتوفى شيء الجريح نتيجة عدم وجود الإمكانيات البسيطة. طيب الآن فك الحصار جزئيا، ألم تصل لكم مساعدات؟ لم تصل بالشكل المطلوب، إذا كان قبل يومين سعينا يعني بعد جهد جهيد وحصلنا على 10 أسطوانات أكسجين فقط، بينما المريض في قسم العناية قد يستهلك في اليوم إلى من أسطوانة إلى أسطوانتين 3 أسطوانات. شكرا أيضا هنا أخذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ومعن بارك عن وضعكم المعيشي والإنساني. الوضع المعيشي يعني سيء للغاية، ولكن نحن مقتنعين بما قدم بقدر رحم الراحمين، ومع هذا معنويات المقاومة والجيش الوطني وأبناء اليمن بشكل عام معنويات مرتفعة حتى يحقق النصر الكامل. النصر يتحقق يوما بعد يوم، الشهداء والشهداء والجرحى تزداد كل يوم، وهناك في أمل لتحقيق اليمن الموحد، لتحقيق اليمن الجديد، لتحقيق هذا الحلم الذي أبناء اليمن كلهم يحلموا فيه رغم كل أعداء اليمن وأبنائه المتآمرين القلة الذين هم يعني يقفوا إلى جانب هؤلاء العملاء، إلى جانب هؤلاء الطغاة، هؤلاء المتآمرين على أبناء اليمن الموحد. اليمن الموحد، يمن موحد من نصر إلى نصر. ومن هنا نعلن رسالة إلى كل المجتمع الدولي إن اليمن سوف تجي في يوم من الأيام القريب إن شاء الله يمن موحد، يمن جديد، دولة يمنية موحدة إن شاء الله. شكرا جزيلا. أيضا نأخذ هنا
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أين صرت؟ المطار القديم. أنت من المقاومة؟ لا لا، قريح، قريح حي. قريح مدني. كيف وصلت بالضبط؟ المطار القديم. صف لنا الحادث، ما حدث؟ قناص حوثي. قناصة؟ ها. صرت برصاص قناصة؟ ها. طيب الآن كيف وضعك الطبي؟ يعني وفر لك العلاج؟ في كسر بالعظم. وماذا تحتاج؟ لا علاجات، إلى كشافات، إلى هل هي متوفرة؟ لا مش متوفرة بسبب القطع الخطوط والميليشيات الحوثية وال... شكرا أيضا أخذونا. السلام عليكم. ترفض الحديث. السلام عليكم. أنت على الهواء مباشرة الآن. نسأل عن الوضع الإنساني والمعيشي في تعز، وضعكم؟ والله الوضع مثل ما تشوف، الإنسان زي الزفت، الناس يعانوا معنا رغم الحصار وهذا، ولكن نقاوم نقدر نعيش. نرسل رسالة للعالم أننا سنعيش رغم الحصار. طيب الآن المنفذ الغربي الجنوبي الغربي منفذ الضباب مفتوح، لم تصل مساعدات يقول الأهالي، برأيك لماذا؟ هذه رسالة للعالم، لم تدخل أي مساعدات لا صحية ولا الأوضاع الصحية مزرية، لكن لم تدخل أي مساعدات. شكراً أيضاً أخذونا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت سقاء الثورة كما تسمي نفسك. أنا سقاء الثورة في ساعة الحرية. طيب أصف لنا وضعك المعيشي. والله وضعي المعيشي وضع مأساوي، يعني إلى الآن لم أحصل على علاجي، ولم أحصل رغم إصابتي الذي حصلت عند السجن المركزي، وكذلك بالنسبة للعيد الأضحى لم أحصل على العيد ولم أحصل على المواد الغذائية. فنحن نقول كأن احنا نأمل بأن تفتك الحصار عن تعز من طريق الضباب، فبعد أن نفتك الحصار عن طريق الضباب لم يحصل بتعز أي مواد غذائية أو أي شيء. فلماذا هذا الشيء؟ هل العقوبة من الناس الذي كانوا يقولوا بأنهم سيدعمونا أم من العقوبة؟ فنرجو منهم أن يدعموا أبناء تعز، وأنا واحد من أبناء تعز، أنا وضعي مأساوي وكذلك أبناء تعز وضعهم وضع مأساوي. شكرا. إذن وضع مأساوي يعيشه أبناء محافظة تعز، مع أن الخط مفتوح، تم فك الحصار قبل أسبوعين من الآن جزئيا من الجبهة الغربية، باستطاعت القوافل الإغاثية الدخول، لكن لم تصل هذه القوافل حتى الآن. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية لقاءاتنا من داخل من وسط ساحة الحرية في مدينة تعز. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.